الإمام الحسن الزكي عاش إعصار لعقل جمعي شرس في حياته. أنت عندما تقرأ حياة الأئمة من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري، أكثر إمام عاش مواجهة شرسة هو الإمام الحسن عليه السلام، أكثر إمام عاش معاناة مع مجتمعه هو الإمام الحسن عليه السلام، أكثر إمام تعرض لنقد ولذع مواجهة مباشرة في حياته هو الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن كيف عالج هذا العقل الجمعي المضاد لقيادته، المضاد لمسيرته، المضاد لشخصيته؟ كيف عالج هذا العقل الجمعي؟ هناك إعصاران عاشهما الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. الإعصار الأول إعصار عام في حياته، بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، نجح الأمويون في تشكيل عقل جمعي مضاد للإمام الحسن، وهذا العقل الجمعي كان مبنيا على التشكيك في قيادة الإمام الحسن وفي قدرته على الإدارة وفي معرفته بالأمور. شكل عقل جمعي عبر الإعلام الأموي آنذاك أن الحسن فاقد للإدارة، فاقد لصلاحية القيادة، فاقد لصلاحية إدارة شؤون الأمة. تشكل عقل جمعي مضاد لقيادة الإمام الحسن عليه السلام. كيف الإمام الحسن عالج هذا العقل الجمعي؟ الإمام الحسن عالج العقل الجمعي المضاد بالصلح، كان الصلح أفضل وسيلة لعلاج هذا العقل الجمعي، كان الصلح استئصال لشأفة هذا العقل الجمعي. أيها الناس، إذا أنا مو صالح للقيادة، جربوا قيادة الآخر، جربوا مسيرتكم مع قيادة الآخر، ستكتشفون الأخطاء، ستكتشفون المظالم، ستكتشفون الويلات والكوارث، تعودون إلى حضن القيادة العلوية مرة أخرى. الإمام الحسن أبرم الصلح من عدة منطلقات، من منطلقاته هو مواجهة العقل الجمعي المضاد آنذاك. زين، الإعصار الثاني هذا إعصار خاص، وين انطلق؟ انطلق من الداخل، انطلق من شيعته. ذاك إعصار عام الكل اشترك فيه، هذا إعصار خاص انطلق من الداخل من شيعته. عندما أبرم الصلح مع معاوية شكل عقل جمعي بين مجموعة من شيعته مواجهين للصلح، ناقدين للصلح، نقد لاذع مباشر.